رجب شهر الله الأصب الذي تصب فيه الرحمات صب، والعرب كانت تلقبه بالعديد من الألقاب، كانوا يسمونه الأصم لأنه لا تسمع فيه قعقعة السيوف رعاية لحرمة الشهر. كذلك على القول بأن الأشهر لم تكن أسماؤها توقيفية، قالوا أن رجب مأخوذ من الترجيب، والترجيب هو وضع الحجارة بعضها فوق بعض إشارة إلى تمييز المكان الذي يرجب. ثم جاء الإسلام فأقر تعظيم هذا الشهر، وأقر إجلاله، قر تبجيله، وعده الله عز وجل في الأشهر الحرم التي ذكرها، وأكد فيها على ألا يظلم المؤمن فيها نفسه. ولما سئل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن صيام شهر شعبان فيما صح عنه، قال إنه شهر وقع بين رجب ورمضان فيغفل الناس عنه، أو كما قال. هذا منطوق النص، مفهومه أن الناس في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يخصصون رمضان ويخصصون رجب بمزيد من الإجلال والطاعة، فتقع الغفلة في شعبان، فذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن لا يغفلوه بإكثاره بالصيام فيه. ويستحب الإكثار من الاستغفار استنباطا من التأكيد على عدم ظلم النفس في الأشهر الحرم، إذ أن ظلم النفس علاجه الاستغفار. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فجعل علاج ظلم النفس والاستغفار. ولأنه متفرد عن بقية الأشهر الحرم لقب أيضا برجب الفرد. الأشهر الحرم ثلاثة منها سرد، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد فرد وهو شهر رجب. كانوا يقولون رجب شهر الغرس، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر جني الثمار. لهذا كانوا يجتهدون في مثل هذا الموسم الشريف. ومع ما توارثته الأمة جيلا بعد جيل عبر القرون، وأكد عليه علماؤها حتى أفردوا فضائل شهر رجب بالمصنفات، وبعضهم ضمنه في كتب فضائل المواسم كالحافظ ابن رجب الحنبلي وغيره، ومع ذلك نال الشهر ما نال بقية الطاعات من التخذيل عن الطاعة عند قوم توهموا أن التورع في اتباع السنة وترك البدعة يكمن في التحوط بالترك الطاعات، وهذا مناف للنقل والعقل. إن قيل لنا أن هناك آيات وأحاديث تشير إلى تميز موسم وقالت لنا أن هذه الطاعة فيها قربة إلى الله، وما دامت الفضيلة هذه التي تسمى فضائل الأعمال ليست مخالفة لنص شرعي صحيح ثابت، فالحيطة هنا في الأخذ بها لا في تركها، وإنما يأتي التورع بالإحجام دون الإقدام في مبتغيات النفوس وحظوظها. ما معنى هذا الكلام؟ النفس تشتهي زيادة من المال، هنا الورع يحصل بالإقدام أم بالإحجام؟ بالإحجام، لأنه متعلق بماذا؟ بمشتهى للنفس دنيوي، فحظوظ النفس الدنيوية التورع فيها بالإحجام الترك، والطاعات التورع فيها بالإقدام لا بالترك. فهمنا إذن من ناحية الشرعية العلمية، باقي من الناحية القلبية المرتبطة بالناحية الشرعية العلمية، وهي أن القلب المتشوق المتشوف لحقائق القرب من الله جل جلاله يتنفس الصعداء كلما وجد فرصة للتقرب.